يو واتساب الدراري البنات، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون قصير، ما غاديش نطولوا بزاف. وقبل ما نبداو بغيت نعلمكم باش الا تعطلت في الفيديوهات ما تلوموليش، راكم عارفين الوقيته ديال المحاضره والامتحانات، كلاش ما بغيتكمش تقلقوا مني. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بغيت نقول لكم بلي كنكون اكتيف بزاف ديال لي ريزو، ماشي غير يوتيوب، يعني كاينين بزاف ديال البلايص فين تقدروا تشوفوني، فين نقدروا نضحكوا مجموعين، فين نقدروا نلعبوا مجموعين. وهذا هو الموضوع ديال هذا النهار. اليوم غادي نوريكم لابليكاسيون اللي كنلعب فيها، كنظن غادي تكونوا كتعرفوها. لابليكاسيون هي جيم. هاد لابليكاسيون مخصصه غير فيديو بطبيعه الحال، اكثر من 60 جو على ما اظن. اول حاجه كنلقاوها هي لاكوي. لاكوي كنلقاو فيها لو جو اللي كاينين في طوندونس، وتحت لي موتيف ديال صحابك اللي فايتي يلعبوا في زابليكاسيون، وبزاف د الحوايج واحد اخرين. مثلا غادي ندخلوا نلعبوا هاد اللعبه هادي. المهم هنا فين كيبان لك السكور ديالك، كيبان لك حتى لي سكور ديال الدراري صحابك. غادي ندخلوا نلعبوا هاد اللعبه هادي. خصك تبقى غادي جاي وما خصهمش يقيسوك ديك الكورات. كما قلت لكم كاين اكثر من 60 جو اللي تقدر تلعب فيهم بلا ما تحتاج انستالي في التليفون ديالك 60 ابليكاسيون ولا ما عرفت شحال. هاد الابليكاسيون هادي تقدر تلقى فيها داكشي اللي باغي كامل. هاد الجيم هذا سميتو نينجا شي حاجه. المهم ما خصكش تطيح. المهم كما قلت لكم كاين بزاف ديال لو جو، بزاف ديال لي جونغ، زعما على حساب نتوما شنو باغي. وفي القناه كاع كنلقاو بروفيل. هذا هو الكونت ديالي في جيم، بغيتكم تدخلوا تفولوويوني على جلا باش نقدروا نلعبوا مجموعين، وهي هادي كيوصلكم لي نوتيف ديالي. المهم من هادشي كامل كما قلت لكم في الاول هو باش نلعبوا مجموعين. المهم كما قلت لكم انا ندخل غادي نكري باتل، غادي نسميها اتيكو برو. المهم بوبليك اي واحد يقدر يدخلها. كما غادي تدخلوا للباتل وغادي تقلبوا على هاد السميه هادي، ديك الساعه يمكن نلعبوا بيناتنا ونشوفوا شكون اللي غادي يجي الاول. وبالتالي بغيت نقول لكم بلا ما يجي عندي شي واحد في الكومونتير يقول لي عمر هاد الفيديو حامض، هاد الفيديو هذا ما درتوش باش نضحك، هاد الفيديو هذا درتو غير باش نوريكم هاد لابليكاسيون فين نقدروا نلعبوا مجموعه. تو سامبل. كان معكم عمر عيش خالد، تلاقاو في الفيديو الجاي. بيس عليكم.